المركز الاول والصدارة الاولى. تعرف لي عليه الليبي راغب لي اللي على المقدمة، بينما في ثاني المراكز شعار علي بن سالم بوظفير اذا صح التعبير. المركز الثالث نراغب هنا الوصول من السليماني سعيد بن سالم الجزيعي الكتبي. اما في المركز الرابع على الوصول مصيحان حميد بن يمعه بن خليفه بن ركاض، بينما في المركز الخامس وصل الخزرج يتقدم لاحمد بن سالم بن نصره على المركز الخامس، بينما في المركز السادس ياتي هنا سوبر لسعيد بن منان بن قدير الكتبي، بينما في المركز السابع يتدخل هنا صايب خليفه بن يمعه بن عتيج الرميثي، بينما على المركز الثامن ياتينا اللي هو لهب سهيل بن غانم بن حميد النعيمي، وفي المركز التاسع ياتي مشاهدي الكرام في هذه اللحظات عتيج بن مطر بن حسين القبيسي، وعاشرا ياتي عراك الحمدان بن يمعه بن عم هي. هكذا النتيجه للمراكز الاولى المتقدمه. مقفي اللي على مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة والبداية، وهذا مقفي علي بن سالم بوظفير العامري على مقدمة الشوط. المركز الثاني عندنا مهاوش سالمين بن محمد بن سالمين العامري، وثالثا هناك اللي قادم بكل قوة هذا لهب سهيل بن غانم بن حميد النعيمي، لكن عودة إلى شعار بوظفير، شعار بوظفير يضيف النقطة الثانية إذا تم على هذا الموال. ما شاء الله وتبارك الله، شوف النوعية، شوف النوعية، ما شاء الله وتبارك الله على هذا النوع الجيد المرغوب لدى الجمهور، وكل الميادين ترغب بهذه النوعية الفريدة. ما شاء الله وتبارك الله، مقفي وقفى عنكم خلاص، قفى إلى الفوز وإلى الانتصار. سجلوا للمرة الثانية، للمرة الثانية للجبيب، إلى الجبيب والهير، يستاهلون الفوز. سلام بوظفير، سلام سلام يا بوظفير على هذا الفوز، على هذا الانتصار ولحظة الوصول إلى خط النهاية. هذا هو مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، مقفي ها هو لحظة وصوله إلى خط النهاية، مهدي علي بن سالم بوظفير، وإن جاء هذا الفوز المركز الثاني.
المركز الثاني من وصل مشاهدينا الاعزاء اللي هو فجاز لعتيج بمطر القبيسي، المركز الثالث كان الوصول من مهاوش سالمين بن محمد بن سالمين العامري. هذه النتيجه توقيت الزمن عطره 6 دقائق و5 ثواني. تهانينا وناموس لعلي بن سالم بوظفيره، تهانينا وناموس للجميع.